السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد، مطبخ شهرزاد. اليوم ما شاء الله جيت وشاهدكم في الجنة، ان شاء الله جيت وجبت معايا وصفة تاع البطاطا فليو باش نفكركم بنت زمان. بطاطا فليو طبق جزائري، جزائري الاصل، وصدقوني من اروع ما يكون. كاين اللي يحبوها كاين اللي ما يحبوهاش، انايا جو لادور وتشهيتها انا، دونك جيت نبارطاجي معكم هذه لا روزيت. شوفوا هنايا هذه الربطه تاع الفليو شريتها من عند الخضار، كيما راكم تشوفوا هذيك هي الربطه تاع الفليو. عندي 1 كيلو دو بوم دو تيغ، كيلو تاع بطاطا، عندي مغرف كبيره تاع الطماطم المصبره، وعندي وسي عندي راس تاع الثوم، ومغرف يعني مغرف تاع قهوه حليب تاع الملح، ومغرف تانيك تاع البوفغ نوار يعني فلفل الكحل، ومغرف تاني كوسي تاع الفلفل العكري الحار. انا استعملت لهنايا الحار، نتوما اذا عندكم فلفل قناوه، اذا عندكم فلفل الاحمر هذاك القناوه هذاك الصغير تقدروا تحطوها، اللي يحبها بزاف حاره، سينو ا فوتر غو الحار تقدروا ميم ديروها ماشي حاره سون بروبليم. حاجه الاولى اللي بديت بها، خليت الطاجين تاعي يسخن، لا مارميت تاعي تسخن كيما راكم تلاحظوا. لهنايا راح نستعمل الدرسه تاعي، قلت لكم انا الدرسه مانيش حنديرها بزاف حلوه، مانيش حاره، ومانيش حنديرها بزاف ما فيهاش كاع الحار. انا استعملت لهنايا فلفل العكري الحار كيما راكم تلاحظوا، واستعملت راس تاع الثوم والملح وفلفل الكحل، هذا ما كانوش نستعمل لي زيبيس صدقوني، باسكو الفليو راح يطلق لنا الكو تاعو، دونك سي با لا بين دو راجوتي بوكو ديبيس. فوالا كيما راكم تلاحظوا لهنايا حطيت كلش في المهرز، بيان سور لهنايا حندقو، بيان سور انا حنستعمل حنحطو في الارض وندق فيه التوم تاعي والدرسة تاعي. هاوليك واش تحصلت على الدرسة تاعي. لهنايا بعد ما سخنت لي لا مارميت تاعي كيما راكم تلاحظوا، حطيت فيها شويه تاع زيت، وصدقوني البطاطا فليو لازم تكون ميدمه، دونك مغرف تاع السمن وكميه صغيره قيس هكذاك 3 مغارف كبار تاع الزيت كيما راكم تلاحظوا. حطيت الدرسه تاعي، نزيد نحط هذيك المغرف كبيره تاع طماطم مصبره، طوماط كونسونطري كيما راكم تلاحظوا، وحنحط قيس فنيجل باش ما يتحرق ليش وسي باش الدرسه تاعي ما تنحرقش. فوالا فنيجل تاع الماء يكون سخون بيان سور كيما راكم تلاحظوا، هاي ديك الكميه اللي حطيتها باش هكذا نطيب بها الثوم تاعي يعني الدرسه تاعي كيما راكم تلاحظوا، وما يتحرق ليش هذاك الثوم وما تلقناش هذيك المراره تاع الثوم. فوالا سا سي تري امبورطون، اشاك فوا لازم تحطوا كميه تاع الماء في المعتوم تاعكم باش هكذا باش ما يتحرقناش ويطلق لنا هذيك المراره تاعو والكو هذاك يكون ماشي بنين. نخلطوا مليح هذيك الدرسه ونخلوها طيب، يعني راح نطيب. انا استعملت هاد الطنجره تاع الطين، مي باغ كونطخ راح نطيب افو تري دو، سورتو صوالح تاع زمان، لي بلا تاع زمان كيما نقول لكم لازم لهم وقتهم. فوالا لهنايا رحت البطاطا تاعي كيما راكم تلاحظوا، انا قطعتها بهذا الشكل، نتوما قيس 1 كيلو دو بوم دو تيغ، قطعتها بهذا الشكل وزدت قسمتها على زوج. نتوما كيما تحبوا تقطعوا البطاطا، مي جينيرالمون في البطاطا في اليوم نقطعوها دو سيت فاصون. فوالا اي اونتخو طون الدرسه تاعي راهي تتقلى، نحط عليها تاني هذيك البطاطا كيما راكم تلاحظوا، ونزيد نخليها تتقلى معاها يعني بعقلها. اعطولهم وقت، لي بلا تراديسيونيل تاعنا لازم تعطولهم الوقت باش يطيبوا بعقلهم. يعني اون بو فير سا، نو فوز انكيتي با، باسكو اون بو فير سا دون اون كوكوت، مي انا جينيرالمون قلت لكم سورتو كي حبست الخدمه واني قاعده في الدار، دونك جو بريفير نطيب هكذا اسات فاسون وعندي الوقت ونعطي الطياب نعطي له حقه. فوالا كيما راكم تلاحظوا حنقلي البطاطا، حطيتها كومبليتمون 1 كيلو دو بوم دو تيغ حطيته مع هذيك الدرسه باش يتقلاو بعقلهم.
نقعد نخلط بيان سور لهنا كي حطيت لا بوم دو تير، نخلط باش تدخل الدرسه مع هذيك تنسجم لي مع هذيك البطاطا. بهذه الطريقه نخلطها من غير بالعقل حتى كي تدخل لي كاع ديك الدرسه مع لا بوم دو تير تاعي. بيان سور ولهنايا دان كوتي راني موجده الماء سخون باش هكذا نمرق به. كيما راكم تلاحظوا لهنايا اشاك فوا نقعد نحرك البطاطا تاعي وتتقلى لي مع هذيك الدرسه باش هكذا تطلق لي هذيك البنه تاع الدرسه مع البطاطا، ونزيدو لها مع الاخر شويه الفليو هاوليك لهنايا هذيك الربطه راني نحيلها في الورق. بيان سور الخصان تاع الفليو ماناش راح نحطوهم، نحو لها كاع هذو الورق كيما راكم تلاحظوا، راح نستعملو غير الورق تاع الفليو، الخصان ما نحطوهمش. اني نهضر هكذا اني حبيت نعطيكم لغوسات كوم دابيتود بالتفصيل الممل باش هكذا ميم المبتدئات اللي جامي ما دارتها تقدر تروح ديرها. فوالا كاين اللي يقول لك وي بيان سور الخصان تاع الفليو مانيش راح نحطوهم، مي نو كاين اللي مبتدئات وجامي ما طيبوا وحبوا يتشهوا هذيك الحاجه وحابين يعرفوا، دونك دو بريفيرونس عطولهم بالتفصيل الممل. لهنايا بعد ما قليت هذيك لا بوم دو تيغ تاعي راح نديرلها راح نمرقها بالماء سخون كيما راكم تلاحظوا، راح نمرقها غير دو كوتي باش هكذا واش قليت كاع هذيك لا بوم دو تيغ ماش حن كيما نقولوا باش ما تجينيش صامطه. نحطو نسقيو دائما نمرقو بالماء سخون و ميم طون نحطو دو كوتي، يعني نفرغوا الماء في الجوانب باش هكذا باش ما تخسرناش البطاطا وما تجيناش صامطه. لهنايا نحيد كاع هذوك الورق و ندخل راني نو سيلمون راني نطيب في هذيك البطاطا و ميم طون حنشل هذا الفليو الورق تاع الفليو كيما راكم تلاحظوا نحينا لهم كاع الورق. الخصان حطيتهم على جنب باسكو حنسحقهم ابري، وهادو الورق واش راني نغسلهم تري تري بيان ونخليهم يقطروا كيما راكم تلاحظوا، اغسلوهم تحت الماء نشلهم بلوزيغ فوا حتى كيتصفاو مليح كيما راكم تلاحظوا. ولهنايا اونطروطون البطاطا تاعنا راهي طيب. شوفوا جامي ما تحطوا الفليو تاعكم في الديبي تاع لا بوم مع لا بوم دو تيغ، او كونترير طيبوها طيبو لا بوم دو تيغ تاعكم هكذا كاش 80%، ومن بعد هذوك لي 20% هذوك حطوا معاهم الورق تاع الفليو. علاه؟ باسكو الفليو تاعنا كنحطوه في الديبي راح يطلق هذيك المراره ويطلق لو غو تاعو هذيك الامير راح يطلقو في الديبي، دونك دو بريفيرونس حطوه على فان ولا كي طيب لكم لا بوم دو تيغ تاعكم قيس 80% هكذاك طيب لكم حطوا الفليو تاعكم باش يطلق البنه تاعو. فوالا لهنايا لحقنا للعقده تاع البطاطا فليو. انا حطيت زوج حبيبات تاع البيض خبطتهم مليح بلا فورشيت كيما راكم تلاحظوا وزدت لهم قرصه تاع الملح ونحطهم فوق هذيك في هذيك البطاطا والفليو كيما راكم تلاحظوا راهم دوكا طابت لي البطاطا وطاب لي هذاك الفليو. دوكا راح نجمرهم. كيفاش راح نجمرهم؟ مانيش حنغطي الطنجره تاعي، مانيش حنغطي لا مغميت تاعي، خلوها تتجمر هكذا. بيان سور هذاك لي دم هذاك هودك هو البنه تاع البطاطا فليو تاعنا. ولحقنا لا فان تاع لا فيديو، ان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه. اذا عجبتكم خلوا لي امتي جيم وخلوا لي تعليقات تاعكم باش نشوف اسكو تحبوا البطاطا فليو ولا ما تحبوهاش. ونقول لكم الى اللقاء من مطبخ شهرزاد الى وصفه جديده ان شاء الله.